هكذا شيعت جنازة فقيد الرياضة الجزائرية الأسطورة حسن للماس بمقبرة جاردي بأعالي العاصمة. في جو جنائزي مهيب حملت طابعا رسميا ولي ثراج 8 أيقونة الكرة الجزائرية بحضور جماهيري كبير وشخصيات سياسية ورياضية وفنانين. احنا نقولوا فقدنا عمنا وابونا، ولكن حتى الجزائريين كلهم نعزيهم، لان راه ولد الجزائر ولد الشعب الجزائري، فكما نعزيو نفسنا نعزيو الشعب الجزائري. تاريخ عمي حسن للماس ومكانته الكبيره عند كل الجزائريين جعلت الكل يجري خلفه لحجز مكان لهم في المدرجات للاستمتاع بعروضه الكرويه. تسارعت اليوم كل الجماهير الرياضيه من كل التراب الوطني خلف جثمانه المحمول على الأكتاف، كما حمل هو اسم الجزائر مع المنتخب الوطني أو الأندية التي لعب في صفوفها. نتمنى له إن شاء الله ربي يرحمه ويوسع عليه، وخاصة بعد الفترة هذه الطويلة اللي كان مريض مدة طويلة جدا وتعب فيها. نتمنى إن شاء الله بلي ربي يغفر له ويرحمه إن شاء الله. حنا الاسم هذا راه في قلوب الشعب، ديروا في الصطاد ولا ديروا في القمر ولا ما يهمناش، حنا راه في قلوب الشعب هذا، وبالتالي ديروا ولا ما ديروش ما يهمناش، ولكن كثر خير كاع الشعب الجزائري وبارك الله فيكم ونعزي كل شعب. برحيل الأيقونة الكروية تكون الجزائر والأسرة الرياضية خسرت رمزا كبيرا ولاعبا متميزا يصعب خلافته، فهو القدوة والمدرسة ومرجعية كل الجزائريين. جيت أنا وياه من الستينات وإحنا كيف لزاني 60، واش نحكي لك؟ لو كان نحكي لك عليه ما تحبش كاع. والله راني نسمح لك نعين رينا، والله راني هابلة. اي واش حبتك نعاودوه؟ ماني واش نعاودوه صح. حنا راجل اكثر من اللاعب، باش تفهم بك. راجل القيمة تاع راجل اكثر من القيمة تاع اللاعب. حنا غات بيس لوم كل جوار. هذا ما كان ربي يحمو دايولو معاه. فحبه للألوان الوطنية جعله يرفض عروضا أوروبية وفضل البقاء مع بني جلدته لإمتاعهم بأدائه. فهكذا هم الأبطال يصنعون مجدهم في صمت ويرحلون في صمت. وداعا عمي حسن للماس، إن لله وإن إليه راجعون.